السلام عليكم، خالد معكم دائما وابدا. اليوم رانا يوم الجمعة 13 ماي 2022، راح نتكلم على موضوع مهم جدا. هذا الموضوع هو نزع الاعشاب الضارة. علاش ننزعوا الاعشاب الضارة من حول النباتات؟ لان الاعشاب الضارة العروق تاعها تعد منافس شرس لعروق النبتة الام. تمتص الاملاح المعدنية، تمتص الغذاء وبشكل سريع جدا وبشكل شرس. ولهذا أفضل طريقة لنزع الأعشاب الضارة هي النزع الميكانيكي، يعني باليد. نتيجة كما راكم تشوفوا، نحيد كل الأعشاب الضارة من الجذور دراسيني. استعملت الغالب، كان عندي قدامي موس، هذا واش كان. انتم استعملوا أي شيء آخر، ومن الأفضل يعني كي تجي تنزع الأعشاب الضارة تكون نسقيتها لافاي يعني في الليل، باش يسهل عليك نزع الاعشاب الضارة من الجذور. ومن بعد هاديك واش درت، قلبت التربة تقليب ميكانيكي يعني بيدي باش نهويها. ومن بعد هاديك كانوا عندي عقل، بعض العقل تاع تخاديس كونسين اللي راكم تشوفوا فيها، غرستهم بيس. كان هذا فاز شغل جاي دائري وعالي شوية، باش في المستقبل ان شاء الله تكبر وتطيح تجي متدلية وتعطي نظرة جميلة للمحبس. ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم. ما نقولكم غير تهلا.